صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل محبيني وكل مشاهديني. النهاردة عايزة نعمل بسبوسة بطريقة حلوة زي المحلات الحلوانية، ازاي بتطلع منهم حلوة كده ولونها الجميل الذهبي وسر نجاحها، ويعني لها أسرار وتكات كده جميلة جدا اللي يعرف يتقنها. فأتمنى تجربوها بالطريقة اللي أنا هعمل بيها واقول لكم. يلا بينا، بس الاول ايه نعمل قهوتنا بتاعت الصبح، وايه تاني ونعمل الشربات. الشربات عبارة عن كوباية سكر، كوباية ونص مية، بدون ليمون، من غير ليمون. انا مش عايزة اعقده، انا عايزاه يبقى خفيف. هو ده سر نجاحها في لما تحطيها خفيف كده على البسبوسة. يلا بينا ونقول بسم الله ونشرب قهوتنا. ايه رأيكم في طريقة البسبوسة؟ بتعملها زي الحلواني بالظبط في البيت، لها سر وتكات لازم تتعلمها. ولو عجبك الفيديو ما تنسونوش في المشاهدة والمتابعة، ويلا بينا نقول بسم الله. يلا بينا بقى نبدأ نعمل طريقة البسبوسة. البداية هنعمل شربات. الشربات مكون اهو كوباية سكر طهف، تمام، كوباية ونص مية، الفانيليا في الاخر. عارفين الفانيليا بتمرر برضو. بسم الله، واحد ودي نص. ممكن تحط لها شوية برضو صغيرة مش مشكلة، المهم عشان حجم الصينية بتاعت النص كيلو بتكون 30، مقاسها 30، مدورة وسورها صغير. السور الصغير كده دي بتوزع فيها حرارة البوتاجاز بتظبطها، تمام. يلا بينا بقى نحط على البوتاجاز وارجع لكم تاني اقول لكم على المقادير ايه. في البداية هنا نعمل ايه؟ هنحط كوباية سكر في اي حاجة عشان تسخن تدفيها على النار. بسم الله، كوباية سكر، تمام. اللي هعمله كمان كوباية سمنة، هو ممكن ياخد كوباية الا ربع سمنة، بس انا هحط جوز الهند. بسم الله، خلاص كده في نفس الكوباية اللي انا مطرحها سمنة هحط فيها كوباية لبن. بسم الله، اللي هعمله بقى هحطهم على النار يبقى دافيين، مش بسخنهم يغلوا، لا يتسخنوا بسيط. بسم الله، خلاص كده احطهم على النار وارجع لكم تاني عشان تشوفوا انا هعملها ازاي. اللي هعمله بقى ده الاول، ده سميد بجيبه من العطار اللي هو السايب، ما تجيبوش كياس، الكياس لها طريقة تانية، تمام. انا هعمل ايه؟ هحط نص كوباية جوز الهند، نص كوباية جوز الهند على السميد. وبعدين لما تقولي له قولي له عايزه من السميد اللي هو بتاع البسبوس عشان فيه نوعين. خلاص كده، وهنا شويه فانيليا زي ما حطيت على الشربات برضو. خلاص كده اقلبه كويس قوي. اقلبه كويس مع بعض. بصوا انا هنا بستعمل عسل نحل، مش بستعمل عسل الجلوكوز. ممكن تحطيه على السمنه وهي بتسخنيها شويه كده، ممكن عايزه تحطيه على الـ على الـ على السميد نفسه، حلو جدا برضه، تمام. هحط معلقتين، دي واحد، بسم الله، والتانية. خلاص كده، وانا دهن الصينية سمنة هوريها لكم.
هقلبه عشان يمسك في بعض. خلاص كده بتمسك في بعض. اللبن بقى اللي انا دفيته بيبقى زي دمع العين كده، ما يبقى سخن زي ايه دمع العين. لو سخن معاكي برديه. بسم الله. خلاص كده هقلبها بقى بالراحة ومش كتير، يا دوبك تشرب. لو قلبتيها كتير بتنشف منك طبعا، السميد بيشرب الإيدام ويشرب الحاجة ينشف، والفرن يكون والع. اجيب الصينية ورا الصينية كده، انا دهناها كويس قوي قوي، ما تستخشريش فيها سمنة. تمام كده الحاجات اللي واقي عشان دي كلها مقادير. كده بسم الله نزلها كده. الصينية دي مقاسها يا جماعة 30، مقاس 30. انا عملتها قبل كده ويمكن ليا فيديو تاني قبل كده. ماشي عليها كده بالراحة، وانا هجيب فوطة عشان اهبدها. الهبدة بتاعتها دي بقى هي سر نجاحها برضو في البسبوسة. اجيب فوطة واهبدها. صينية وحطينا طبعا حاجتنا، وجبت الفوطة عشان اهبدها. اللي بعمله كده بتسوي نفسيها جدا جدا. الحاجات اللي هتحطيها على الوش اي كان، لوز، بندق، اي حاجة، ما تحطهاش قبل الهبد، هتتنطر منك بالطريقة دي كده اهي، 5 6 7 مرات عشان تتظبط منك. دي سر نجاحها بقى كده، تمسكيها تهبديها بدل ما نضربوها نهبدها اهي بالطريقة كده اهي. الفرن والع والشربات طفيت عليه، مش شرط انه يكون سخن. هتشوفوها دلوقتي ان شاء الله. خلاص كده اللي هعمله هزوق بقى ببندق المرة دي ان شاء الله. خلص واوريها لكم قبل ما ادخلها الفرن ان شاء الله. خلاص كده انا حطيت البندق فيها، مش عايزه اميلها عشان تتظبط. انا لما بشوف البندق ما بقدرش اقاوم نفسي منه. خلاص على الفرن عدل، واما تطلع بقى اوريها لكم ايه اللي هعمله فيها. كده طلعت من الفرن بالطريقه اللون ده اهو، كده اهو ذهبي. اللي هعمله الشربات انا دفيته تاني عشان طبعا بيبرد خالص، وهو مش مشكله برده لما يكون بارد. احطه وهي سخنه كده. بسم الله بسم الله. دورها معايا كده جماعه، ما تحطوش بيكنج باودر، ما تحط. وعايزه سمنه بلدي بتبقى حلوه يعني. تمام كده تشرب الشربات. وقفها كده شوية. تشرب كل الشربات اهو.
تمام كده. اللي بقى اللي ما عندوش عسل نحل او ما عندوش عسل جلوكوز يعمل شربات بتاع الكنافه، لو نص كوبايه ولربع كوبايه ميه تكون يطلع تخين، تغلي كده في ساعتها كده فعلى طول خلاص كده بتبقى شربت الميه بالطريقه دي كده. اللي هعمله هستنى عليها بقى تبرد عشان اقطعها وارجع لكم تاني بعد ما تبرد خالص عشان اقطعها واوريها لكم. كده بردت بالطريقه دي، انا بقطعها واحطها في الطبق الطريقه الجميله دي اهي، حلوه قوي وناعمه. بص يا جماعه، بص يا جماعه، هجيب شوكه واوريها لكم طريه جدا وحلوه قوي قوي قوي. الطريقه دي هجيب شوكه واوريها لكم، طريقه سهله ولذيذه وبتخلص بسرعه، مش بتكلفك حاجه، كل حاجتك بتجيبيها من عندك في بيتك. الست الشاطره اللي تجيب حاجتها وتحط، ما تنزل تجيب حاجتها كلها. هجيب لكم الشوكه وتشوفوها طريقيه حلوه جدا وارجع لكم تاني. بص يا جماعه الطريقه ازاي، تاكل قوي 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 بصراحه، طعمه قوي قوي قوي. ايه رايكم بقى في الطريقه دي واللون الجميل الذهبي؟ بصراحه تتاكل وانت واقفه كده، هتلقطي تاكليها كلها. وكده كانت وصفتنا النهارده، البسبوسه اللي بتعمليها في البيت زي بتاعه الحلواني بالظبط. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسونيش في المشاركه والمتابعه عشان يوصلك كل جديد، والى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.